وراحت العربية كلها. فداك يا قلبي ألف عربية. أنا مش عارف الدنيا بتعمل معايا كده ليه، ومش عارف مين اللي عمل العملة السودة دي وليه عمل كده. هو مفيش غيره جاد. جاد؟ معقولة جاد يعمل كده؟ والله ممكن. ده هو لما جالي البيت كانت عينيه بتطق شرارة. هو طبعا هو ده أسلوبه وأنا عارفاه كويس. أمال أنا جبت بودي جاردز ليه؟ المشكلة في الكمبيالات اللي أنا كاتبها على نفسي ومش عارف إزاي هسددها. ده أنا كنت بوفر من العربية وأدفع، ده غير الشيك اللي بتمن العربية كله. ما تقلقش من الموضوع ده محلول. محلول إزاي بس يا لقاء؟ ده لو الحاج جاد حاططني في دماغه زي ما أنت بتقولي كده ممكن يجيب الشيكات والكمبيالات دي ويرفني بيها. هو إيه الموضوع اللي أنت كنت عايزاني فيه؟ هو نفس الموضوع اللي قلقك وشغل بالك، شيكاتك وكمبيالاتك. هي فعلا مع جاد. يا نهار اسود. بس ما تقلقش. شفت لك محلول؟ اتفضل. ايه ده؟ انت جبتيهم ازاي؟ هو اوريدي كان قايل ان هو شايلهم عنده في الخزنه عشان يأمن نفسه، وانا في اواخر علاقتنا حسيت كده ان هو ابتدى يراقبني، ففتحت الخزنه وخدت علبه مجوهراتي وخدت معاهم الشيكات والكمبيالات. ويا ترى هو عارف انك انت خدتيهم؟ بيتهيألي كده عارف، لانه جالي المحل وتهجم عليا ويقول الحاج سيد كان عمل فيا حاجه. بس في حاجه انا عايز افهمها. قول. انت ليه لما اتقابلنا المره اللي فاتت ما قلتليش انك انت معاكي الكمبيالات دي؟ تفتكر انت ليه؟ واخدها حجة عشان اعرف اشوفك كل شويه، ينفع؟ انت كده هتحسسيني بالذنب، هتخليني احس ان انا السبب فعلا اللي خلاكي وصلتي لطريق مسدود مع جاد. يوه، هو انا عايز اعرف هو انت ليه كل شويه بتخلق نفسك مبررات عشان كل ما اقرب منك تبعد عني؟ ها، ربنا يستر. انا ما كنتش اتمنى ابدا ان العلاقه بيني وبينه توصل للدرجه دي. ربنا يهدي.